لا، الاهلي ما مناش خالص خالص، انا ولا حتى اهلي كانوا معايا جدا. طبعا بابايا كان عايزني بنت اقعد معاه وخليني حواليهم، بس هو برضو كان عارف ان انا عايزه ده وعايزه احقق اللي ده، فهو ما كانش هيقف قدام طموحي او اللي انا عايزه احققه. الاهلي كان مرحب جدا، انا اهلاويه والاهلي ده بيتي، وان انا اساسا اسافر بره عشان احترف او اخد تجربه زي دي يعني تعلي من يعني تعود على النادي الاهلي في الاخر كده كده عشان انا بنت النادي. فكان موضوع بترحيب جدا، ما كانش فيه اي مشكله. بيبقى ناقصنا الاعداد، بيبقى يعني احنا برضو يعني الاستعدادات بتاعتنا مختلفة جدا عن الاستعدادات في اي دولة اوروبية تانية، غير برضو هم عندهم كل حاجة عايزينها بيلاقوها، مدرب اوفنس، مدرب ديفنس، مدرب بيعمل ستاتستكس في وقتها، مدرب اعمال. احنا كل ده يعني لسه حاجات جديده بدات، يعني احنا واحده واحده فيها. يعني انت بتلعبي، يعني انت مش نازله الماتش تفكري انت عايزه تعملي ايه، ستاتستكس بتاعتك تبقى طالعه ازاي. بس طبعا انت بتقدمي اكتر مجهود، وانا كاس العالم ده كنت عارفه ان هو لو انا عملت فيه كويس ان ده هيجذب انظار ليا وهرفع اسم بلدي، في نفس الوقت هيكون ظاهر ان البنت من مصر طالعه توب 10 مثلا سكورر او وات ايفر، فالناس هتبتدي تبص اللي هو ايه ده. زي ما بالظبط لما سافرت في امريكا كان كل الناس بالنسبه لهم هو اصلا مصر في باسكت عندهم في بنات او اصلا ولاد او اي حاجه، فطبعا دي حاجه يعني اللي هي ترجع اكيد مشرفه لبلدي في الاخر. يعني انا كنت في حلم جدا، ما كنتش مصدقه، يعني ما صدقتش ان انا سافرت امريكا او انا كنت في امريكا غير اول يوم رحت فيه الجامعه. يعني اول يوم رحت فيه عند الكوتش، ثاني يوم خدتني الكامبس اتصدمت بقى، حاسه اللي هو ايه ده، انا بجد لوحدي، وانا بجد ازاي كل ده حصل بسرعه، وان انا فعلا انا وصلت لاول خطوه، طب انا هتعامل ازاي. كل حاجه طبعا مختلفه جدا. قعدت اول شهر ونص بالظبط في حاله، يعني كان عندي كلتشر شوك من كل حاجه بقى، اللي هو ايه ده، كنت بعمل اي حاجه بجد غير اللي انا بروح يعني التمرين بتاعي، بروح الكلاسز بتاعتي، بروح الكافيتيريا اكل، وبروح الدورم بتاعي، ما كنتش بتحرك اكتر من كده. كنت في حاله بس صدمه، كنت محتاجه اللي هو شهر ونص كده اخد على كل حاجه بتحصل. كان الحمد لله يعني فرقتي كانوا حابيني جدا، هما كانوا، ودي كان سبب من الاسباب اللي انا اخترت الجامعه دي الصراحه. الكوتشنج ستاف بتاعهم يعني كان بيتعامل معايا اساس اللي انا مش، هما مش الكوتشز بتاعتي، وانا هما انا جايه عشان العب لهم بس. هو كان موضوع اكبر من كده، كان موضوع اللي هو كفاميلي، دي تبقى اسرتي وكل حاجه. والموضوع حتى ما كانتش الكوتشنج ستاف بس، كان كمان يعني كل الناس اللي ماسكه في اداره الاثليتيك ديبارتمنت كلهم، ناس كتير جدا اتكلمت معايا، لدرجه اللي انا حسيت اللي هو اهلي طمنوا، حسوا اللي هو انا رحت المكان ده فعلا يعني هيبقوا واثقين ان انا عندي ناس هناك هتخلي بالها مني، او انا هكون مبسوطه ان حواليا عيله جديده انا هياخدوا عليا وهاخد عليهم وهنكون علاقه كويسه. والحمد لله ده حصل. وتاني سنه فاكره لما مامتي شافتني كنت بحكي لها، ما كانتش مصدقه نفسها، كانت فهمت، عشان لما شافت ساعتها وشافت الناس بتعمل معايا ازاي والناس بتتكلم عليا ازاي وبتحبني قد ايه، فحست ان هو فعلا هي يعني الفكره اللي وصلتها لها عن قد ايه انا كونت العائله دي يعني معاهم والريليشن دي، يعني حصلت وحققتها. يعني ما هو ده الحمد لله برضو من حاجه من العلاقه اللي انا بقول لك اللي انا قدرت يعني اعملها مع الجامعه بتاعتي. هما انا اول ما رحت الفرقه كلها ما كانوا فاكرين انا لعيبه واكيد كويسه وكل حاجه، بس ما كانوش مصدقين اللي هو ممكن يبقى انا عندي باشن للدرجه دي للعبه، لعبه الباسكت. ما كانش يعرفوا ان هو ايه ده، اصلا هي مصر اساسا على الخريطه بالظبط كده، كانوا بيسالوني اللي هو السؤال ده. فاكره ان اول اتنين جيمز ودي ما حدش بيخشهم، بيبقى احنا الفرقتين بس. اول جيم رسمي كان عندي حاله بانيك غير طبيعيه، كان بالنسبه لي بلعب في اتموسفير غريب قوي، غريب جدا عليا. لعبت مثلا فاكره ان هو اوحش ماتش ممكن اكون لعبته في حياتي، حطيت 2 بوينت الجيم كله، وكنت مش عارفه، ما كنتش عارفه اعمل دريبل، كنت حاسه ان انا في حاله صدمه، يعني كنت اللي هو ايه ده، كل ايه اللي بيحصل عليا. المهم طبعا بعد الماتش كنت في حاله اللي هو مذهوله. بعدين الكوتش قعد يتكلم معايا وقعد تقول لي
انا فاهمه ومقدره وكل الكلام ده. وكان بعديها كان عندنا راحه يوم، بعدين لعبنا اليوم اللي بعديه حطيت 28 بوينت وكان ماتش جامد جدا، والناس كلها بقى كانت اللي هو ايه ده نادين، اللي هو حتى كنا جايين اصلا نتفرج على البنت اللي هي جايه من مصر اللي انتوا بتقولوا عليها. وكان طبعا الموضوع هناك السكولرشيبس دي تدعم من زي حاجه اسمها رجال اعمال دونرز كده، هما اللي بيدفعوا الحاجات دي. فبالنسبه لهم الناس مصدومه بقى طبعا جدا، اللي هو ايه ده انت من مصر، ايه ده انتوا عندكم باسكت، طب اقعدي احكي لي ازاي لعبتي باسكت، في نوادي ايه بتلعب باسكت، عندك اخوات، اخوكي بيلعب باسكت، طب وريني، طب منتخبات عندكم بتعمل ايه. وكنت بقعد اوري الناس وافهمهم ونفتح يوتيوب مع بعض ووريهم منتخب مصر مثلا عملنا ايه في كاس العالم وهايلايتس بتاعت لعيبه بتلعب في مصر وكل الكلام ده. انا اتغيرت كنادين اوتسايد عن الباسكت خالص، يعني حصل لي جروث رهيب طبعا ككل حاجه بقى، كفكر وككل حاجه. بقيت بقى عارفه اللي هو الحاجات اللي بتاثر على اللاعب بره الملعب، يعني حاجات يعني لازم يكون الواحد واخد باله منها، عشان الحاجات دي بتساعد باسلوب غير طبيعي ان انت تأدي في الملعب. الحاجات دي ممكن انا ما كنتش تفرق، يعني حاجات مثلا بسيطه جدا. احنا طبعا كان بيبقى عندنا طبعا نيوتريشنست، طبعا عندنا حد ليه علاقه بالكونسلنج يقعد معاكي في الاسبوع مره او مرتين ويتكلم معاكي، ياخد يعمل كونفرسيشن معاكي يطمن ان انت كويسه، ازاي تنمي علاقات مع الفرقه بتاعتك، او مثلا تعرف تفهم الشخص اللي قدامك لو هو مثلا واحد شخص ما بيحبش ان تنصحه نصيحه او تقول له اي حاجه في الملعب، لعيب اللي انت تتكلم معاه ازاي. كنا كل الحاجات دي كانوا بيعملوا لنا ايام في الاسبوع اللي احنا حد بيجي يشرح لنا ازاي يعني نتعامل في المواقف دي، ازاي لو انت عندك ستريس واصل لدرجه ايه وعندك ماتش ايه تعمل ايه. الحاجات دي فادتني جدا جوه الملعب. طبعا فادني فكره التمرين مختلف تماما، الاسلوب اللي انا كنت بتمرن بيه 4 سنين كل حاجه كانت مختلفه، الاحتكاك طبعا في اللعب مختلف تماما. اتعلمتها جوه يعني من انا اخر سنتين كنت كابتن فرقه وقربت قوي من الكوتشنج ستاف، عشان انا كنت قايله لهم اللي انا كان عندي باشن اللي هو عن الباسكت طبعا، فاللي هو يعني في سنه من السنين لو خلاص كبرت فلو ان شاء الله ينتقل يعني اللي هو ابقى مثلا مدربه. فبدات اللي انا اخش معاهم في ان انا اشوف الماتش، يعني مثلا عندنا ماتش بكره بخش معاهم في ميتنجز وبشوف هما بيشوفوا الفرقه اللي قدامنا ازاي وبيشوفوا يصنفوا اللعيبه ازاي وبيفكروا وبيشوفوا الجيم ازاي. فدخلت اللي هو في الكارير ده، فده اصلا ساعدني كلعيبه اللي انا اقدر ادي في الجيم، او مثلا بقيت عارفه هم البنت مثلا بتفرج على ماتشات قديمه مثلا اشوف هم هيمسكوني اكيد زي ما مسكوا البنت دي، فانا هتصرف هعمل كده. في حاجات صغيره قوي زي كده فادتني كنادين قوي، يعني جوه الملعب وقتها او مثلا قدام اكيد هتفيدني ستيل.